شنو هما الصبابط اللي خاصنا نلبسو ملي نكونو خدامين؟ نعم، هاد السؤال كيتطرح بزاف. الخدامي اللي فيهم الوقوف خاص الحذاء ما يكونش بلا، ما يكونش عالي الى اخره، كما كنا تطرقنا في الحلقه الماضيه. الخدامي اللي كتشكل خطر على القدم ديال المستخدمين خاص تكون صلبه من الجهه الاماميه باش ما يكونوش اصطدامات. الخدامي الاخرى بحال ربات البيوت، لي زوبيس دولار، كوافير، انفيرمير، بوليسيه الى اخره، خاص لابد تكون السمير الخارجيه رطبه باش نتفاداو لي زون دو شوك اللي يمكن تحول الى دي طوندينيت والام في جميع انحاء الجسم. نعم، دائما السمير الخارجيه تكون رطبه، وحبذا نعاونوا بفراشات طبيه او حتى احذيه طبيه مصنوعه عبر القياس. حلقه اليوم سالت، الحلقه الجايه غنتكلموا على الالام اللي كتصيب القدم. الى اللقاء. لنعيش حياة أفضل مع أختوبوديا تك.